إذن أنتم عرفتم ما ينتظركم على يد عبد الفتاح السيسي السفاح، عرفتم ما الذي ينتظركم. الرجل حين أعلن الانقلاب أغلقت القنوات الإسلامية في التو والحال، وصدرت الآراء، وقامت حملة اعتقالات مفزعة والعياذ بالله. وهذا أعتقد يعني من مكر الله عز وجل بهم، لأن هذا بيّن لنا بوضوح ما الذي ينتظرنا. هذا هو الذي ينتظرنا. يعني الآن نحن في معسكرات اعتقال جماعي كالمعسكرات الألمانية وما إلى ذلك. استاد القاهرة تحول إلى معتقل كبير بالإضافة إلى السجون الأخرى. المسجونون يقتلون، ضباط أفراد الجيش والشرطة الذين أبوا أن يطلقوا النيران على إخوانهم، هؤلاء أصحاب القلوب الحية قتلوا، قتلهم الجيش وقتلتهم الشرطة، ونحن الذين اتهمنا به كما حدث في سيناء بالضبط. نحن الذين اتهمنا بهم، لكن بفضل الله عز وجل الله تبارك وتعالى يفضح، لأنه لا يمكن أبدا أن يستشري الباطل بهذه الطريقة، ولتقوم الحجة على أهل الباطل الذين اغتروا بالقنوات الكاذبة ووقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا، كما وصفهم الله عز وجل: سماعون للكذب أكادون للسحت. سماع صيغة مبالغة، يتحرى الكذب ليستمع إليه ويصم أذنيه عن الحق والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.